مشروع الزراعة المنزلية، مشروع اليد الحرفي، مشروع نهضة الوطنية، مشروع صناعة الابتسامة، مشروع له تفاصيل، مشروع ابني ابنة إلى مقهى رقيم الثقافي، مشروع الماكرو سوليوشنز، فكرة العقاد الإسلامي، فريق إنسان التطوعي، مشروع خاص بالتب البيطري، عندي مشروع أكاديمية نهضة، شركة روابي، مركز للترفيه العلمي للأطفال. ما هي القيمة المضافة اللي حتقدمها حضرتك بمشروعك؟ كم عدد مستهدفين من المشروع خلال 5 سنوات؟ أنا عندي سؤال حول التحديات التي ستواجهك. موضوع التطوير، موضوع الدعم، السبورت، يعني حل المشاكل. هل أنت عندك خطة تسويقية صحيحة؟